وعلى فكرة في شيء ثاني صار بكواليس حلقة Arabs Got Talent، فإذا بتتذكروا الأسبوع الماضي لما قابلنا أحمد حلمي كان شوي زعلان من ترندينج لأنه مش مسويين له فولو، وأنتم عارفين إنه هذه سياسة حسابات البرامج في NBC فقط بيسووا فولو للمذيعين اللي موجودين في البرنامج، لكن استثنائيا بما إنه نحن ما نقدر نزعل أحمد سوينا له فولو من حساب ترندينج وأيضا من حساباتنا الخاصة، وخبرناه بهالشيء لما شفناه بكواليس Arabs Got Talent هالأسبوع وهذا كان رده. انا شفت اسمه ايه ده الحلقه وبشكركم وبشكرهم، وبعدين كنت هعمل لهم فعلا فولو، بس قلت لا هم عملوا لي فولو على الهوا انا كمان هعمل لهم فولو على الهوا، يعني عشان كده اجلت الحكايه دي. ما تبصش في التليفون انا بهزر، لا 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 بهزر، فقلت هعمل كده اهو، فقلت ايه يا ستي، طلبت طبعا من حد في البرنامج يبعت لي كل الاكونتات، فادي اول ادي اول اكونت اهو ده انا، اوكي فولو ثانك يو حلو، وبعدين نروح للاكونت تاني اوكي ولاء فولو ولاء ثانك يو ولاء ميرسي على الفولو اللي عملته لي، وبعدين نروح للثالث رانيا اهو ثانك يو رانيا اوكي، وبعدين نروح للرابع تعرفوه ده؟ ايوه انا عارف طبعا صبحي عينو انا عارف وادي صبحي عطري ثانك يو صبحي بجد ميرسي وميرسي للبرنامج، وانا اجلت الفولو لغايه لما اشوفكم في الحلقه دي ونشوفه مع بعض. طبعا احنا كثير حابين نشكر احمد على لطفه وتفاعله مع الموضوع، يعني كثير لقيت ناس متفاعلين على السوشيال ميديا، ولما شفت الفيديو شفت انه هو سوى لنا فولو، يعني حسيت انه بادره كثير حلوه منه. صح حلوه حركه كثير حلوه، وكمان انا بدي اقول لاحمد حلمي ثانك يو كثير على الفولو، اكيد دائما هيك رح احط لك كومنتس مهضومه وحلوه. هلا انا كمان بدي اقول له لاحمد شكرا كثير على الفولو، بس بتعرفوا شو صار فيني، انا لما عامل لي فولو انا مفتكر حالي اساسا عامل له فولو لاحمد، اكتشفت اني ماني عامل له فولو، فبعتقد انه هي لما تهكر حسابي من حوالي 7-8 شهور شالوا كل الناس اللي انا كنت عامل لهم فولو. بس كمان بدي اقول له شغله لاحمد، يعني كمان ما تنسانا من اللايكات، مش بس لايك كمان بدنا كومنتس مع اشعار يعني هو الحين بيقول يا ريتني بس سويت لهم فولو